السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله اليوم وصلنا إلى المحاضرة بالنسبة لموضوع لخطوة الراس مابر، هي الخطوة أو المحاضرة الثالثة أو الستيب 3 اللي إحنا تعلمنا بالستيب 1 الستيب بروجكشن شلون أسوي ونزلت لكم إياه، وبالستيب 2 شلون أني أسوي استخراج للدم من برنامج جي آي إس بنفس الكوردينيت سيستم اللي استخرجت بيها فايل البروجكشن، نفس الإسقاطات المناخية مال الفايل بروجكشن تستخرج بيهن الدم، تمام؟ والدم تقدر تستخرجها بصيغة التيف صورة، يعني حسب الاستخراج اللي وضحته لكم بالمحاضرة السابقة اللي هي ستيب 2 بالنسبة للراس مابر. هسه شغلنا بالجي اي اس لحد هنا انتهى، نرجع الى الراس مابر. الخطوة الثالثة ضمن الراس مابر ستيب 3 هو انشاء ترينر جديد. سو تروح على هذا الخيار ترينر، تمام عيني؟ بعد ما انطيت التست بروجكشن، يعني هاي ضروري، هاي لاحظ انطيناه بالخطوة بالمحاضرة ستيب 1، تمام؟ ودخلناه من هنا وقلنا من هنا الستيب 1 وين موجود، هذا انا سميته استخرجته من ال دبليو جي اس بصيغه البي ار جي وانطيته، قلنا اوبن وابلاي، تمام؟ وبعد ذلك قلنا اوكي خلصت هاي الخطوه. الخطوه الثانيه هسه نريد احنا نستدعي الدم، انشانا الدم استخرجناها من الجي اي اس بنفس الكوردينيت سيستم، هسه نجي على الخطوه اللي بعدها اسوي ترينر حتى الدور بعدين استدعي عن طريق الدم. سو هسه شلون نسوي ترينر؟ تروح على الخطوه هاي ترينر الموجوده بالجانب هنا، تقول كرييت ا نيو راس ترينر، تمام عيني؟ نجي منا تستدعيها، تاخذ الفايل نيم من هذا الاسم، تمام عيني؟ تاخذ من هذا الاسم، تروح على المكان اللي انت خازن به الملفات اللي طلعناها من الجي اي اس او استخرجناها سويناها الاكسبورت من الجي اي اس. سو اي ثينك هير شيب فايل، هاي شيب فايل انا هنا خازنته فاينل، سميته اني فاينل ديم، تمام بهذه الخطوه. هسه تحمل هنا بهذه الصيغه، لاحظ نفس البروجكشن اللي انت سقطته. نجي هنا تنتبه على الاوتبوت، الاوتبوت ترينر فايل وين تريد انت، تمام؟ شنو تسميه؟ وين تريد اسمه؟ الفايل نيم شنو اسمه؟ تمام؟ بهذه الصيغه موجود هنا كذا اسمه ترينر، او شو تزيده مثلا؟ انا راح ازيده حرف واحد، اقول له باسم البروجكشن اللي انا دا اشتغل به، تمام؟ بهذه الصيغه اقول له كرييت انديكيت البروجكشن از كوركتد يس العفو كومبيوتر داسك، تمام. اسال هنا انشئنا هذا القيمه الجديده او اللي عندنا احنا اصلا هذا موجود، بس حتى نتاكد من عنده هذا الفايل استدعيه، تمام. هسه هنا هذا الفايل اقول له كرييت هسه لاحظ لحد الان هو دا يسوي لك كومبيوت للترينر للتاسك مالتك، يحسب لك اياه كرييتنج ترينر بهذه الخطوه. بعد ما دخلت تقدم حتى تقول لك كرييت دا يحسب لك التاسك مالتك كومبيوتنج تاسك، تمام عيني؟ هذه الخطوات اجراها، الخطوه الاولى الكومبيوتنج تاسك، الخطوه الثانيه اللي هي الدم فاينل، تمام بصيغه التف، الخطوه الثالثه دا يقول لك بعد ما ينتهي ترينر كومبليت تقول لك لوز بهذه الصيغه. هسه هنا انشئنا الترينر، تمام؟ اللي هنا اتوقع المحاضره جدا واضحه، الترينر موجود، مكان خزنها موجود، مجرد ما تقول له هسه انت سيف تقدر تسيفه مباشره، كل خطوه تسويها تسيفها، تمام؟ هسه هنا ترينر تقدر استدعاء، تقدر تعرف انت الديجيتال اليفيشن موديل والخطوات اللي خاصه به. اذا عندكم لحد الان سؤال بكيفيه انشاء الترينر، يعني كرييت نيو ترينر، على المحاضره القادمه ان شاء الله شلون نغير الوانها وغيرها، نحاول احنا نسوي المحاضرات بسيطه حتى تنتقل من خطوه الى خطوه وما تصير التباس بها، لان انا ما شفت صراحه لحد الان اكو شرح مفصل لبرنامج الهيكراس
ضمن اليوتيوب أو مواقع الويب سايت. نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.